قياسها 3 أضلاع في مثلث هي 30 122 125. هل هذه قياسات أضلاع مثلث قائم؟ حدد ذلك لتشوف. خلص من ربع 30 900، من ربع 122 هي 14884، من ربع 125 هي 15625. أطول شيء هذا، أكبر شيء هذا. إذا 115625 هل يساوي 900 زائد 14884؟ تعال نجمع 0 و4، 0 و8، 9 و8، 17 معايا 1، 5 و1. إذا الطرفين غير متساويين، إذا ليس مثلث قائم حسب، ليست هذه أضلاع مثلث قائم حسب عكس نظريات فيثاغورس.